السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم متابعينا. نصيحة لكثير الغضب اللي عصب واجد، يعني شوف حبيبي، شوف حجي، خليني أقول لك شغلة. أنت لما تعصب منو اللي بيخسر؟ ها؟ ما حد يخسر إلا أنت، بس أنت اللي تخسر. أنا والله كنت عصبي، ولما الحين والله أعصب يعني بين حين وحين والله، بس قعدت أنا أتأمل. وبوقت الكورونا قاعدين في البيت ما عندنا شغل، وقعدت أقول أنا الغضب شنو سوى بحياتي؟ خسرت ناس، كسرت أشياء في بيتنا، وراها اضطريت إني أرد أشتري شيء لنفسه. حركت أعصابي، خربت يومي، خربت مزاجي. ما حد خسر إلا أنا، ما حد تضرر إلا أنا. طيب شو أسوي؟ أنا كله أغضب أغضب. والله لقيت أنا هذا الحل. نصيحة جربه، امش امش، والله الذي لا إله إلا هو أنا ضبطت معي. أنا صرت أتعود إني أمشي باليوم ساعتين. والله اليوم اللي تمشي فيه على الأقل ساعة، بس ساعة، مو إلا ساعتين نفسي، ساعة بس تمشي فيها باليوم، بس ساعة، راح تنزل نسبة من غضبك. إحنا يعني جزء من غضبنا إن ما نسوي أي مجهود عضلي أو عصبي، فبالتالي الانفعالات تتعبنا وننفجر على طول. بس في علاقة وطيدة ما بين الفسيولوجيا والسيكولوجيا، يعني ما بين الحالة الهرمونية، العضلية، العصبية، التغذوية، النوم، هذا كله يمزج مزاجك، والمزاج ما هو إلا امتزاج الهرمونات. فأنت لما تنسق هذه الهرمونات، ودائما الناس لما يسمعون الهرمونات على طول يروح بالهم شيء جنسي على طول، ترى لا، ترى كل شيء في الدنيا يعني تشعر به يكون له هرمون يحاكيه، مثل الاوكسيتوسيت لما تشوف شيء لطيف اللي هو الحنان والمودة، فينيليثيلامين هرمون الحب، الاندروفين هرمون الضحك ويفرز لتخفيف الالم النفسي والجسدي. فالحين الضحك هذا سالفه هرمونيه، شوف الضحك، كل شيء في الدنيا هرموني. فمن ضمن يعني اللياقة النفسية لا تكون في لياقة جسدية إلى حد ما، يعني ما أقول أنت تصير بطل العالم بالأثقال ولا يعني تكون ريلاندينو، لا، السالفة أن أنت بس تمشي. أنا والله لاحظتها يوم نزلت تطبيق يحسب مش كثر أمشي، انصعقت. تريني أنا باليوم ما كنت أمشي أكثر من 20 دقيقة، كنت معقولة ركبتي السيارة وروحتي للجمعية ألقى نفسي أني ماشي 10 دقائق، رايح الدوام، وهذا الا لو تحسبها كلها الخطوات على بعضها اثاري ما تجيب 5 دقائق، يعني شويه. بعدها قلت لا انا لازم امشي، ومن صرت امشي والله روقت. فنصيحه، قم امشي.